تأهل البريطاني أندي موراي إلى الدور الربع النهائي لبطولة باريس الدولية للأساتذة بعد فوزه السهل على منافسه البلجيكي ديفيد جوفن بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-0. وضمن نفس البطولة فشل السويسري روجر فيدرير في الالتحاق بركب المتأهلين إلى الدور الربع النهائي عقب خسارته أمام منافسه الأمريكي جون إزنر صاحب ضربات الإرسال القوية بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 7-6 3-6 و7-6.